معكم مشاهدينا، مكملين معكم نحن أيضا بحلقة تانية عن المراهق والمشاكل اللي بيتعرض لها المراهق، وخاصة أهل المراهق للمشاكل اللي بيتعرضوا لها وكيف رح يتواصلوا مع أولادهم. سيدي ريما دروبي، أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيك. ضيفتنا الدائمة محللة ومعالجة نفسيا. حكينا كثير عن مشاكل المراهق وما بتخلص وعن المشاكل اللي اكثر شيء الاهل بعينه مع المراهق، يعني ما بيقعدوا يعرفوا كيف رح يتصرفوا معهم. صحيح. مشكله التواصل مع المراهق امر صعب، وصعب جدا، من اصعب الاشياء. نعم فعلا، بس حسب كيف بنربي الولد. برجع بقول بس نحن هلا بدنا نعتبر انه نحن هلا قدام مشكله مع المراهق وكيف بدنا نتواصل معه. طيب شو المشاكل اللي بيعيشوها الاهل بالتواصل مع المراهق؟ الأهل أكتر شيء منشوف عندهم أنه منسمع أنه يي ما عندهم وقت لإلنا، دايما قاعدين بأوضتهم وحدهم، ما بيتعاطوا معنا، دايما قاعدين على الإنترنت، دايما مع أصحابهم، دايما عندهم نشاطات يعملوها برا، يعني مش منغلقين. إذا بدك شوي بيصير منغلق المراهق، يعني ما بيخبر أهله عن أكيد. برجع بقول مشكلة كيف نحن ربينا، بس عامة إيه بيصير إذا عنا ما عرفنا نتعامل من الأول معه أكيد بيصير في بعد بينه وبين الأهل، وهون الأهل بيصيروا يلمسوا أكتر هذا البعد وبيخافوا من هالبعد، وبيصيروا شو يعملوا الأهل من خوفهم؟ بيصيروا بدهم يقربوا الولد غصب عنه منهم، فبيصيروا يلحقوا أكتر، إنه بيصيروا هن بالمقابل يقابلوا بعنف إنه أنت ما بتحكي معنا. يعني بيشوفوه انه هو مثلا ما بيتعاطى معهم، قاعد بأوضته ما عم بيقرب منهم، بيصيروا هن انت ما بتحكي معنا، انت مش منيح، انت بكل هالكلمات. فهون شو بيصير عندنا؟ صار في عندنا التخابط، هو بيقول اهلي ما بيضحكوا وهن بيقولوا ابننا ما بيضحك. اهم مشاكل بنمرق بالتواصل اللي بنشوفها انه ما بنقدر نخبر اهلنا عن مشاكلنا. كمراهق عم بحكي، ما بقدر خبر اهلي بمشكلتي لانه ما رح يفهموني. هيدي اللي اكثر شيء بنشوفها. وليه؟ لانه في تباعد بالافكار، ما تنسي عنا تخابط جيلين. بعدين قد ما يكونوا الاهل قراب لاولادهم، الاهل ما بننكر انه بمسيرتهم بالزواج، الزواج لحد بحد نفسه تربيه، الزواج بربي الزوج والزوجه، بربي الاهل طبعا. فقد ما نكون قراب من عمرنا لهم ما رح نفهمهم 100%، وخاصه اذا ما مرقنا بعمر المراهقه مثل ما هن مرقوا فيها. يعني اذا انا تجوزت عمري مثلا 16 سنه، انا هيدا سن المراهقه عندي، او اذا الرجال عمره مثلا 25 سنه، فيني اقول انه بعده يمكن معاشها كثير مثل ما هي، ونضف منها 20 25 تجوز، في كانوا يتجوزوا من قبل بهالاعمار، فمعاشوا المراهقه ما رح يفهموا، لانه هن انقمعوا بهيدي المرحله وتجوزوا وصار عندهم مسؤوليه. ما عاشوها مثل ما هي، فما عاشوها، ما راحوا من البيت، ما ظهروا، ما اجوا مأخرين. يعني كمان بدنا نشوف الاهل قد ايه قادرين يشعروا بالولد، قد ايه هن عاشوا هالمراهقه مثل ما لازم. يعني هون الاهل ففي مشكله بالتواصل. كل ما كانوا الاهل قراب بالعمر من الاولاد يعني ما بيأثر، بيكون يمكن اخف شوي اكيد، لانه كل ما الاجيال بعدت عن بعضها كل ما بعد التفكير، بس قد ما يكونوا قراب ما رح تمرق سن المراهقه على خير وسلامه، بين قوسين، لانه قصدي انه ما رح تمرق يعني من دون صراعات وخناق، لانه المراهقه بحد نفسها في تغيرات جسديه بده يلمسها الولد، وبدها تمرق بتغيرات نفسيه بده يمرق فيها غصب عنه. ضروري نتفهم هالشيء، ضروري نتفهم ونعرف انه بدنا نمرق بهيدي المرحله. مستحيل تمرق بعمر مراهقه سليم بلا مشاكل، مستحيل. فمشان هيك هالصراع الاجيال هو بيزيد بعد التواصل بين بعضهم، وبيصيروا الاهل يقولوا هن ما بيحكوا معنا، بيضلوا باوضتهم، بيضلوا مع اصحابهم، ما عندهم وقت لنا. يعني هون افضل نصيحه للاهل انه هي على طول خلوا الحوار معكم، بينكم وبين اولادكم على طول الحوار يكون موجود. انا بدي انصح الاهل هون بهيدا الوضع، اول شيء مش نحن نختار له اصحابه، لانه نحن كاهل ليش هلا عم فوت بهذا الموضوع؟ لانه بدي احكي كل شيء ان جنرال عامه كيف بياثر على الولد وكيف الولد بصير يشوف. بس الولد ما في يختار، يعني الولد اوقات كثير بيروح لاصحاب السوء، يعني الاصحاب اللي هيدا اللي عم لمطرح مش هيدا اللي انا عم بقول ما نختار له اصحابه
للمراهق، بمعنى انه ما نسيطر عليه انه لا هيدا ممنوع تحكي معه وهيدا مسموح تحكي معه، وفي ابن هيدي جارتي او ما بعرف مين صاحبتي هيدا لازم هيدا انك تحكي معه. نعم. مش نحن منقرر، بدنا نشوف مشاعر الولد هي لمين ارتاحت. بس بالمقابل مثل ما قلتي في عنا اصحاب سوء، نحن اذا ربينا، برجع بقول تربيه سليمه، نحن لازم نعلم اولادنا يختاروا الصح من الخطا. انا بدي اعلم ابني، هلا بدك تقولي لي اختار صاحب سوء، يعني مفروض هو كان يكون صار يعرف الشر من الخير، بس مزبوط. وصل لهالعمر المعين مفروض يعرف يميز، بس انا بدي اقول الحقيقه انه ما عرف يميز ووقع مع شرفيق. والحقيقه بتقول اللي نحن هلا فيه انه انا علمته وكنت دائما وراه وفي مشاكل وصراعات، بس هو مختار حدا اصحاب سوء مش منيح، يعني ما بعرف اذا انا باي شيء حكمت عليهم انه مش منيح، كمان حكمه كاهل بده يكون على شو مبني. نعم. اوكي، فتنقول انه حدا ما منيح يعني بطبعه بطباعه، يعني بقصد حدا اصحابه انا مش راضي عنه، بيجي وبكمع هالولد انه انت مش لازم تصاحبه، وبصير فوق راسه وبتسلط عليه وممنوع تظهر معه وكذا وكذا. شو عم بيصير عنا حقيقة؟ الولد بصير يظهر معه بالسر، عم نكبر المشكلة، كبرنا المشكل، الولد بصير يظهر معه بالسر. والأبشع من هيك اللي أكتر شيء بشوفه، الولد بصير يمثل على الأهل انه هو الطفل المثالي، هيدا اللي أكتر شيء منوقع فيه بمشاكل، يعني بصير يكذب على الأهل. يا أما بيتنمرد وبيحارب وبهاجم الاهل اكثر. هون ما فيني اقول له للبي انا تعا انت حاوره، لانه انت اصلا ما عم بتحاوره، انت فرضت عليه انه. طيب شو الحل؟ شو كيف بيتصرفوا الاهل؟ الحل انه الحل حيكون شوي غريب وصعب على الاهل، بدي اعلم اولادي هن يختاروا، يعني مثل ما قلت بده يكون عندنا صبر، بده يكون عنا نقطع كل سبق تصور، بدي أزرع الثقة بيني وبين ابني من اللي حكينا هي بالحلقات السابقة كيف نزرع الثقة حتى ما نعيدهم. والأهم من هيدا بدي حاوره اللي دايما منقوله، والأهم من كل هيدولة إنه أنا بدي أتركه هو يختار، لنقول شفته، لنحسب إنه شفته عم بيحكي مع شخص منه منيح، أنا باخده على جنب بوقت أكيد يكون هو مرتاح فيه، مش هو وظاهر على المدرسة قبل بخمس دقايق ليك اسمع هيك 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 بصيروا ينزلوا مثل الشاكوش عليه، لا مش هيدا الطريقة، بدي انطره يرجع من المدرسة او من جامعته او من وين ما كان، يكون مرتاح قاعد هادي وكون انا بنفس الوقت هادي، وبدي اقول له انا عرفت انك عم تحكي مع هيدا الشخص، انا ما رح امنعك تحكي عنه. شفت الفرق؟ تحكي معه، انا ما رح امنعك تحكي معه، بس انا بدي اعطيك من خبرتي بالحياه ومن خوفي عليك، لان من تاريخي اللي مرق معي لهلا انا اكتسبت خبرات انت ما عندك اياها، وبما انه انا من خوفي عليك حابه اقول لك انا شو شفت بهيدا الشخص، وبقول له انا كل شيء شايفه بطريقه موضوعيه ما ملح وبهر والف من عندي اخبار مثل ما بيعملوا الامات. حرام برأيك الامات. برايك هون الولد رح يقتنع مني اذا انا عملت هيك؟ او رح يلاقي الوقت حتى رح يلاقي الوقت هالولد عطول مش فاضي عطول قاعد يا مسكر ديناي حاطط سلاير بايده عطول، اذا يعني انا هذا الوقت صعب انه يلاقيه. اذا انا لا الوقت انه قلت انا بينطروا الا ما يلاقوا وقت ويقعدوا معه، بس اذا انا قلت له هيدا الكلام وبطريقه فعلا مثل ما انا عم بقولها يتاكدوا كل الاهل انه كلامي عم بينزرع براسه، ولو هو فرجين العكس انا باكد لهم انه كلامي عم بينزرع براسه، ولو هو فرجين العكس هو بده يفرجين العكس. ليه؟ لانه انا ما علمته على الاخذ والعطاء بالحوار بيني وبينه، فهو بده يفرجيني انه مش هلا تيجي تحكيني انه لك كل هالفتره تركتيني هلا بدك تيجي توعظيني وتحكيني، فهو بده يتنمرد علي، بس كلامي باكد للاهل ما بيروح، بده يفوت لجوا راسهم اذا عشرت حكيتهم بهيدي الطريقه، فيتاكدوا الاهل. هون انا بزرع له علامات استفهام هو عنده على هيدا الشخص، وبصير هو منه لوحده اشياء تصرفات بهيدا الشخص تلفته، وبصير هو على اساسها يمكن شوي شوي يبعد عنه. يعني بدنا نربي اولادنا من بنقول من تمك لباب السما، لانه منه شيء سهل، منه شيء سهل. اوقات الولد يعني مش مثل ما نحن بنقرا بالكتاب انه الولد هيك 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 بدك تعملي، الاولاد كثير عندها كل ولد شيء، كل ولد تفكيره شيء، كل ولد بيتعاون معك شيء. اللي بنشوفه فعلا مش مثل الكتب، بس اللي انا عم بحكيه
هو اشياء براتيك يعملوها الاهل مع اولادهم، تصرفات يتصرفوها. وبرجع بقول اذا ابني هلا انا عمره 17 وبالكريزة وما معلمته على الحوار، دائما نتصرف احلى من انه ما نتصرف. فيني هلا اجي وحاوره وبقول له كل اللي انا عم فكر فيه. اهم اشياء ما نقول ليش انا ابني هيك، وخاصة في الامات اللي بيصيروا قدام اولادهم انه ليش انا، شو الكلمات، ليه حظي هيك، ليه انا اولادي هيك. هالاهانات اللي بتنزل على الولد شتي، انه كانه عم بقول له انت حدا شاذ، انت حدا غير مرغوب فيه، يعني ما مفروض يعني انت سمع غير الولد عن الكل. كلمات أبداً. مش منيحه ابدا. ولازم حتى ساعده، اهم شيء ما بده يكون عندي حكم مسبق عليه، ما بدي احكم مسبق، يعني انت عم تعمل هيك لانه انت هيك، او نزل عليه اتيكات انه انت واحد كسلان او انت واحد ما بيفهم. هول كثير بنسمعهم، وفي كثير كلمات مش حلوه بيعطوه اتيكات، بيشبهوه لحدا، كلمات مش حلوه كمان بنوجهها هيدي بحد نفسها. ما فيك انت كاهل تيجي تقلي انه انا ما بحاور ابني لانه هو ما بيحاورني، لان ما بيسمع لي. كيف بده يسمع لك ان كنت رجال وان كنت ام؟ كيف بده يسمع لك وانت نازل فيه تكسير؟ اذا عم تسمع حكي مش منيح. وبنفس الوقت كمان بعد في شغله بدي اقولها، اهم شيء هي الوعظ والنقد السلبي. يعني الوعظ يعني لما بدي اقعد مثلا، قلت لي كيف بخاف من اصحاب السوء اللي هو عم بيعاشرهم، انا قلت لك كيف بنقعد وبنحكي معه باي طريقه، بس مش بطريقه الوعظ اللي هو بضل نعيد وبضل نعيد وبضل نعيد، وبطريقه بتكون موعظه ما فيها، ما رح ينفع الوعظ قد ما دعي. لا الوعظ بحد نفسه ما بفيد. الوعظ هو مثل كانه انا عم بقرا لك شيء بكتاب، فانت بتملي. انا بدي اخذ واعطي معك، هيدا الفرق بين الوعظ وبين انه الحوار. الوعظ بيكون انا كلامي ستريكت جاي لعندك، هيدا اللي عندي بدك تسمعي. اما لما انا باخذ وبعطي الحوار بطريقه موضوعيه، اسمع له ويسمعني، هيدا يلي بيفوت بالراس، وهيدا يلي نحن بدنا نلتجئ له. مشان هيك بنقول نحن مش عم نحكي حكي كتب، نحن عم نحكي حياه يوميه واقعية. كيف نعرف نعلم هالولاد ونحن عم نتعلم معهم كمان؟ بالنهايه الاولاد هن بيربوا الاهل. اكيد. خلينا نضل لكان بحياتنا الواقعيه وبحياتنا اليوميه، وهالموضوع اللي بيعانوا منه كثير من الناس، كثير من الاهل وكثير من المراهقين او الشباب حتى، هو موضوع الانترنت والتواصل الاجتماعي. هيدا الشيء اللي عم بيكون اوقات كثير الاولاد او الشباب اشطر من اهلهم وبيعرفوا اكثر من اهلهم، وقد ما الاهل يحاولوا يعملوا حيل خلص هلا ما بقى فيهم الاهل للاولاد من ناحيه الانترنت. مشان هيك في مشكله كبيره، مشان هيك ضروري نحن يكون عندنا توعيه للاشياء الخلفيات اللي وراء الانترنت، للناس اللي وراء هيدي الشاشه يلي المراهق مفتكر انه هن خلاصوا للمراهق. وخاصة عم بيصير فيها الصداقات الكذابة، هيدي الاشياء صحيح، ونوعي الولد والصور الكذابة من خطورة هالاشياء اللي عم بيشوفها. وللأسف ندى عم بيصير في عنا حالات انتحار من وراء أطفال، مش أطفال يعني مراهقين، أو حتى يمكن فيني نقول أطفال 10 سنين و11 سنة بيتعروا من خلال الشاشة لحتى بيمارسوا الجنس يعني مع حدا مقابله بهدف من وراء الشاشة بهدف الابتزاز، بياخذوا لهم صور. وهون بنعرف في كثير ضحايا انتحروا من خلال هذا الابتزاز، لانه بيعتبروا حالهم انه ما كان عندهم ملجا يلتجئوا له، خافوا يلتجئوا لاهلهم لانه الاهل ما رح يرحموا. من هون خلينا نشوف اخطائنا نحن كاهل، قديش لازم نستوعب قد ما كان الخطا كبير، لازم نستوعب مش احلى ما نخسر اولادنا طبعا. فنسمع للخطا احلى ما انه نغمض عيوننا وابننا يروح يلتجئ لحدا تاني غلط بحد نفسه. كيف بدنا نوعي الاولاد من هالمخاطر؟ يعني قبل كل شيء نوصل لهون بده يكونوا واعيين لهالشيء. قبل التوعيه بدنا نقول ليه عم يلتجئوا لهم؟ لانه ما كان عندهم حدا يلتجئوا له بالبيت. لما انا ما عندي بالبيت حدا التجئ له، بدي التجئ لحدا كذاب فيك، يعني بدي التجئ لصداقات الانترنت، يعني صداقات انترنت مشوهة منا مزبوطة منا حقيقية. أوكي، كذابة يعني صور كذابة، حتى التشات بيكون كذاب، أنا ما عم بحكي الحقيقة من خلال هالشاشة. فمشان هيك ما عم تعرفي إذا عم بحكي مع رجال أو مع مرأة أو مع ولد ما معروف مع مين صحيح.
فببني علاقات وهمية عم بتريحني لإلي كمراهق مع الشخص يلي ما بعرفه مين، بينما أفراد العائلة ما عم بيريحوني أنا كمراهق، لأنه لما عندي مشكلة ما بيسمعوا لي، إذا سمعوا لي بيسمعوني بطريقة الوعظ اللي حكينا عنه، أو بيسمعوني بطريقة التكسير، إنه أنت ما بتفهم كيف تصرفت هيك، وانتبهي أنا مطرحك كنت عملت هيك، أنت ما عرفت تتصرف. يعني النقد السلبي والوعظ، وأهم شيء التكسير، التكسير بالولد ما لازم هيك يكون طريقتنا بالاستماع له، مشان هيك بيلتجئ لحدا من وراء الشاشة بيحكي معه بيحاوره، وبيصير بنفس الوقت هيداك المخلص تبعوله. خلينا نحن بها داخل هالأسرة نعمل غير شيء، نخلق حوارات. بس يا ندى في حقيقة تانية بتقول بالمقابل، كيف بدنا نخلق حوارات إذا نحن بحد نفسها أفراد قاعدين بالبيت وبعاد عن بعض؟ نحن صرنا قاعدين بقلب هالعيلة ومنكسر بهالمراهق ومنلوم بهالمراهق، بس نحن بحد نفسنا بعاد عن بعض. إذا نحن كأهل قاعدين كل واحد عتلين هم إذا فضيت بطارية تليفونه ومين بعت له واتساب ومين بعت له مدق له على فايبر وإلى آخره، نحن بحد نفسنا صرنا غرب. نعم. فكيف بدي أنا بجي وبلوم هالمراهق؟ بتمنى للأسف يعني كيف بدنا نوصل لعلاقة سلام ووئام مع المراهق؟ بتمنى إنه نحن كأسرة نبعد شوي عن التواصل الخارجي، ندعي المراهق يقعد معنا يشاركنا يحاورنا، نحكي معه ونحكي يحكي معنا بحيلا شيء، حتى بفيلم عم نحضره. أنا ما عم بقول قعدوا وافتحوا ورق حلوا أزمة الشرق الأوسط، أنا عم بقول قعدوا احضروا فيلم ناقشوا هالفيلم، أعطي رأيك كأم بدور البطلة، أنت كبي أعطي رأيك. طيب نطلب هون رأي المراهق، أنت كمان شو رأيك بهالقصة؟ مين غلط؟ مين على حق؟ مين صح؟ نحن عم نفتح هون حوار يعني مع المراهق بأصغر الأمور، بدنا نفتح حوار معه. مزبوط. يمكن أنه نقعد نتغدى سوا، بينما الواحد يجي ياكل لوحده، هذا أول شغلة بدنا نحكيها. قصة الغدا كتير مهمة. هلا إذا البي بيشتغل أو الأم بتشتغل مش مشكلة، فينا نعوض. أنا اللي دايما بقوله التفاؤل حلو، أنا دايما بحب الإيجابيات، فينا نعوض. إذا نحن بنشتغل كل النهار لأنه هلا كلنا بنركض على الشغل، فينا نتلاقى بآخر الليل. يعني اللي عم بيصير انه كل واحد بيجي بوقته وكل واحد بيجي بياكل لوحده. مزبوط. ما في حدا انه ما عاد فيها القعده الحلوه على الطاوله انه نحن التقينا هلا كلنا. ما بقى فيه هلا، كل همهم الاهل انه كيف يسيطروا على المراهق بالوقت يلي هن مش قادرين يسيطروا على نفسهم. انا هون بدي، انا حكيت عن المراهق بس بدي احكي حقيقه، انتوا اهل كاهل وين؟ انا اللي عم بشوفه الغلط بالأهل مش الغلط بالمراهق. المراهق هو نتيجة شو زرعت، مش نتيجة إنه أنا حظي هيك مثل ما الناس بيقولوا، بيقعدوا بيندبوا قدام بعضهم، أو في عندك لا يلي بيجملوا بولادهم. عم نجمل ليه؟ خلينا نشوف الحقيقة بولادنا ونصلحها. طالما أنا ما عم بشوفها معناتها أنا بحد نفسي عم كذب على حالي. كيف بدي يعني بحد نفسي أنا كذابة؟ بدي شوف ابني مثل ما هو على حقيقته، بدي اقبله مثل ما هو، بدي شوف هالتغيرات يلي فيه. خليني اكون ام وخليني اكون بي، بس هل انا فعلا ام وهل انا فعلا بي؟ انا اللي عم بشوفه انه يعني البي بدي اطلع على الاشياء تارك التربيه للام. وينك يا بي؟ تعرف قد ايه اهميه وجودك؟ ما بعرف، عنا اهمال من البيات شي غريب، ولما بده يتدخل بتدخل بطريقة السلطة، السلطة اللي هي مش دايما أنا بقولها سلطة المحبة، لا سلطة التسلط. ليه؟ لأن برأيه هو عم بيوجع راسه وبده يكسر ابنه أو بنته. هيدا غلط، بدنا نكون موضوعيين. وين نحن كأهل؟ هل عم نحاور بعضنا؟ أنا كأم وزوجي عم بحاور بعضنا؟ عم نعطي مثل قدوة تقبلنا يجي يتحمس للحوار اللي نحن قاعدين عم نحكي، حتى لو على فيلم. انا مش عم بطلب مثل ما قلت لك انه يقعدوا يفتحوا ورق وورقه وقلم، لا، اي شيء عم نحكي ان شاء الله من خلال طبخه عم ناكلها، حلو نعطي راينا فيه، حلو نعطي راينا انه كيف كنت بالمدرسه. يعني بدنا نسعى لنكون على طول قراب من هالولد نحن، بدنا نكون ندى بحيلا طريقه. بدي احكي بالعكس، بدي اقول نحن كاهل نكون قراب من بعضنا كله بينحل. نحن منعكس صورتنا على المراهق. أنا حكيت كتير عن المراهق بس بدي أحكي هلأ عن الأهل. يعني عم تطلبي أنه نبلش من حالنا، نبلش من نفسنا، نبلش من حالنا. نحن كأهل عم نكذب على حالنا، نحن منحب نجمل حالنا،
طب هيدي الصورة أنا عم بنقلها للولد، الولد بده يهرب، بده يروح ينبش على حقيقته بغير مطرح، فأكيد بدي أرجع لموضوعي إنه بده يلتجئ للتواصل الاجتماعي وبده يلتجئ لوحدة أو واحد من خلال هالصورة المسكرة المخفية اللي أنا ما بعرف مين معي، بدي التجئ له. والمراهق بده يلتجئ لأي وحدة يحبها أو يمكن يتحول جنسيا لما بعرف مين أي واحد يحبه. فما فيني لوم المراهق، المراهق هو نتيجتي أنا شو زرعت، أنا شو عطيت. طيب إذا بدنا نحكي قديه بيتعرض لصراعات هالمراهق، يعني عم يتعرض لصراع بين غريزته الداخلية وبين المجتمع، الأشياء اللي القوانين اللي بتحط له إياها المجتمع، هيدا كمان صراع داخلي، هيدا غير إنه عن أهله، هيدا شيء لوحده عم يهتم فيه، عم بيسبب له صراع. شو رأيك بهالشيء؟ كمان الصراع أنا قلت أكيد المراهق بده يمرق فيه. أوكي؟ ليه؟ لأنه عنده تغيرات فيزيولوجية غصب عنه بده يمرق فيها. نحن بدنا نحترم هيدي التغيرات، إنما نحن كأهل بدي أرجع أقول معلي أنا بعذر الأهل، لأنه ما عندهم يمكن هن الاطلاع الكافي عن المراهق كيف لازم يتعاملوا معه. فأنا اللي بدي أقول لازم نفهم المراهق، مشان هيك لازم حتى نخفف هالصراع عنه. أهم شيء ما بدنا نأيد له حريته، تأييد حرية المراهق اللي هو بفرض، مش بمعنى انه حتى ما ننفهم غلط، تأييد الحرية مش بمعنى انه اوكي فيك تروح تسهر تيجي تاني يوم الصبح نحن فاتحين لك البيت اوتيل، لا هيدا غلط، هيدا مش مزبوط. اوكي، نحن بدنا ما بدنا نأيد له حريته مثلا بالاختيار، لما مثل ما حكينا عن الاصحاب انه هو مختار اصحابه، انا بدي ضويله على نوعية الاختيار يلي اختاره، وبفهمه انه ممكن يكون عندك اشياء تلاقيها بطريقك مش حلوة من خلال هالصحبة، تتعرض لاشياء سوء، تتعرض لأذى، بدي ضويله عليهم، وبنتبه لابني من بعيد لبعيد من دون ما اكون مسيطرة وحطته تحتي وقاعدة عليه. اوكي، هيك انا بدي اعلمه انه هو ما يكون مقيد بحريته. بدك تسهر كتير منيح فيك تسهر، بس انت كعمرك مثلا 17 او 18 او 16 سنه في عندك وقت معين لازم تجي فيه على البيت، مثلا هن بيحددوه وحده تنتين. اوكي، تعتقدي الولد او المراهق اللي بيخبي عن اهله صداقاته وبيخبي كتير اشياء بيكون بيعملها، هذا الحق على الاهل؟ اكيد الحق على الاهل، هن ما فتحوا مجال أكيد. للحوار، لانه لا مش لانه ما فتحوا مجال للحوار، لانه كان في بغير مطرح تكسير للولد. يعني لما الولد غصب عنه، الولد لما بيوعى على الدنيا مين عنده؟ عنده أهله. فهو لا شعوريا من إذا من راقب أولادنا من هني وصغار بيلتجؤوا لنا بأي شيء، إن شاء الله يكون في معه لوح شوكولا مش عارف يفتحه، بيطلب مني أنا افتح له هالورقة، ليكي أنا كيف ملجأه. إذا أنا كفيت بهالمشوار إنه علم ابني أي شيء عندك هي تلتجئ لي بأي مشكل، وأنا بتسمع وبتفهم وبكون موضوعية وبناقشه فيها للمشكلة، باخد رأيه وبعطيه رأيي، فهون أنا فتحت له بواب الحوار، فتحت له بواب الأخذ والعطاء. في شغلة يمكن ما مرقنا عليها، أوقات كتير المراهق بيعمل شغلة غلط وبيعرف إنه شغلة غلط وبيحس بالذنب، عنده شعور بالذنب هالشي، وقت منحب نعرف نحن إنه هو ندم على هالشي بيندم. بس أهم شيء هون اللي بتخليه للمراهق يحس بالذنب وما بيعبر عنه وبينزوي، أكتر شيء بشوفه لما بيقارنوا المراهق بغيره، بصيروا يقولوا للمراهق أنت مثلاً ليك شو عملت، شوف ابن فلان كيف غيرك شو عمل، شوف غيرك كيف عمل، شوف غيرك مثلاً وين صار. أنا يا ريت كلنا من انطلاقاً مني أنا نسكر على حالنا، ما نتطلع بغيرنا، ما نقارن بغيرنا، لا أنا أتقارن بغيري ولا أقارن أولادي بغيري. أنا إذا أنا كفرد بسكر وبشوف مشكلتي أنا وين وبحل مشكلتي على إني أنا شيء يناسبني لحياتي أنا، هيدا الشيء لوحده بكفي، بكفي إنه علم ابني هيدي. فلما هون مثل ما أنت عم بتقولي بيغلط هالمراهق وبيجي بخبرني، أو إذا ما خبرني وحس بالذنب مثل ما كنت عم بتقولي،
بده يحس بالذنب، ساعتها ما بيحس بالذنب، بالعكس بيفتخر بيقول انا غلطت، وبمشواري بالحياه وبيجي بيصارح. كلنا بنغلط، كلنا بنغلط، وخاصه يا ريت بنعلم اولادنا انه ما في حدا ما بيغلط، مش لما بيغلط بنكسر فيه انه غلط. بدي انا اقول له كثير منيح انك غلطت، لان لو ما غلطت ما تعلمت. بس الاجمل انك تصلح الخطا اللي انت فيه. طيب كيف ممكن كاهل بدك تقولي لي قول لهم هالجمله ما يجوا يخبروني؟ لا، بيكون صار في شيء هلا فعلا غلط مش مزبوط. يعني وقتنا شرف على النهايه، يمكن بدقيقه بس بدي اسالك بعد شغله. على طول المراهق بيكون عنده انفعال سريع، يعني بيغضب بكسر بشب ما بعرف، عنده انفعال سريع. هالانفعال السريع هون الاهل بدهم يضبطوا اعصابهم شوي. شوفي، ما بدنا اهم شيء ما بدنا نلغي سلطه البي. يعني لما انا قبل قلت عن البي انه بكسر بالولد، مش معناتها انه ما يقول له لا، ضروري يقول له لا، ضروري يوقف بوجه البي ويقول له انت ابني، مش انت اللي بدك تربيني، انت ابني، انا اللي عم بربيك. لانه في كثير، مثل ما برجع وبقول، في كثير اهل فقدوا ادوارهم خوفا من انه بفكرهم انه نحن كل شيء بنتقرب من اولادنا وبنفرجيهم انه نحن مثلهم وبنلعب معهم. هيدا اللعب كثير كمان اخذينا انه اللعب بمعنى بينزلوا لعمرهم، بعيشوا عمرهم وكانه نحن اصدقاء بيومياتهم، ونحن ونحن ونحن، هيدا الشيء غلط. نحن بي ونحن ام، ما بتشجع انه ينزل لعمره للولد ابدا. ليه بدي فيني شاركه بلعبه؟ مثلا بشوف انه بيلعبوا بلاي ستيشن مثلا بي وابنه، اوكي كثير حلو، بس ما انزل لعمره وفرجيه انه انا عم بعيش كل اللي انت عم بتعيشه. بدي فرجيه انا عم بشاركك بهاللعبه البلاي ستيشن مثلا، بس انا بيك، انا موجود، انا عندي الباور تبعولي الخاصه فيي. يعني بدي اعيش دوري كاب، بس مش الالعاب الثانيه يلي مثلا بيروح هو وياه واصحابه ويحضروا السينما برايه انه هو عم بيراقبه، او كام الامات بنشوفها كثير عندهم، او بيلحقوا الاولاد اوقات عند اصحابهم تشوف. الامات بيلحقوا البنات مثلا على السينما بيقعدوا برا بينطرون انه نحن عم نراقبهم. هذا غلط. انتوا عم بتعلموا اولادكم يهربوا منكم، نعطيهم الثقه لوحدهم بيتحملوا مسؤوليتهم، بيصيروا هن يخافوا على نفسهم. بينما اذا انا وراهم ببطلوا يخافوا على نفسهم، بصيروا يقولوا بوقع في من يلمني. ونحن بدنا نعلم اولادنا هن يصلحوا لما يوقعوا، هن يوقعوا هن يقوموا، وهن يصلحوا هن يطببوا نفسهم. نعم، لانه ما بيوقع ما بيعرف، يكونوا هن اسياد نفسهم. طبعا طبعا. مشان هيك بدي انهي بس بكلمتين، بليز ما نتمسخر على المراهق، ما نلتجئ لأسلوب السخرية على المراهق اللي بيدمره، ما نلغي لا من حياتنا للمراهق، ضروري نقول له لا، مش نخاف انه نحن ابننا ببطل يحبنا صار شاب، فإذا أنا بقول له لا على شيء بيكون حقي انه قول له لا، فهو رح يخاف ورح يبصري رح يبعد ويتركني. لا، بدي قول له لا وقت اللي لازم اني أقول لا، بدي يكون تدخلي كأم وتدخلي كأب، ما بدي إلغي أدوارنا، بس وقت اللي ما لازم قله لا أكيد ما بدي قله لا. وأهم شيء كمان ما نقلل من حجم أحاسيسه، ضروري نحس باللي هو عم بحس فيه حتى نعرف كيف نحاوره ونحكي معه. ألف شكر لك سيدة ريما دروبي المحللة والمعالجة النفسية. مرسي. على كل هالنصايح اللي عطيتينا إياها. مرسي. مشاهدينا بنتمنى أنه نكون ضوينا على أشياء كتير بتفكروا فيها، وبنتمنى لكم أنه كل واحد ياخد دوره مثل ما نصحتنا سيدة ريما، الأهل يبقوا أهل الأم أم والبيبي، والمراهق يعرف حاله أنه هو مراهق ويكون يقدر يتعلم ونعطيه نصايح. شكرا وإلى اللقاء.